حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، وبعد أن طوى البرلمان أعقد صفحاته في فصله التشريعي وربما من أكثر محطاته عسرة، تتحول الأنظار صوب استمارة تقديم المحافظين أو تقييم المحافظين المليئة بالمعلومات، ومع وجود الحماس النيابي لهذه الإقالات ورغم دخول العراق العد التنازلي للانتخابات المحلية، إلا أن الإصرار في الاستبدال يبدو حاضرا وبقوة رغم قصر المسافة الزمنية. مؤشرات التنفيذ ستوقع بعشرة محافظين على أقل التقدير، فهذه الإصلاحات تراها قوى سياسية أنها ضرورية لمواجهة حالة الترهل في الخدمات، خاصة مع اقتراب إطلاق التخصيصات المالية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبين العراق والمحيط الخارجي، آفاق التعاون الدولي تشهد تطورا ملحوظا لكافة الجوانب الاقتصادية منها والسياسية، حيث دابت الحكومة الحالية منذ بداية مشوارها على تعزيز الترابط الدولي والإقليمي لدعم العراق في تخطي التحديات. فالبلد اليوم ينأى بنفسه عن سياسة المحاور لتتجه بوصلة علاقاته إلى تعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصالح المشتركة لما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة جعلته يتصدر المواقف الريادية للوساطة والتقارب. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الأكارم بالصوت والصورة من بغداد، محافظ بغداد سابقا السيد فلاح الجزائري، وكذلك الترحيب بالباحث بالشأن السياسي السيد ماجد الشويلي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد فلاح، ومع إكمال لجنة تقييم المحافظين لمهامها وملئ هذه الاستمارات، هل أصبح اليوم رئيس مجلس الوزراء ملزم باتخاذ إجراءات تخص المسؤولين التنفيذيين في بعض المحافظات؟ نعم، شكرا جزيلا لك أستاذنا العزيز ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأكارم. حقيقة في البدء علينا أن نضع الأسماء بمسمياتها، فهناك مواد قانونية قد رسمها القانون، وخاصة قانون 21 لسنة 2008 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل في قضية إعفاء أو إقالة المحافظ ونوابه في المادة 37 أولا، وهذه اعتبرت هذه المادة الآن هي مفرغة أو من محتواها بسبب حل مجالس المحافظات، لأنه المحافظ ونوابه يعفون أو بعد تقديم استقالتهم أو إقالتهم من قبل مجلس المحافظة الذي عينهم. وهذه المادة أيضا هناك قانون أو قرار للاتحادية بعد الطعن في قضية حل مجالس المحافظات، لا. والقرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية لم يعطي الشرعية لتمديد فترة بقاء مجالس المحافظات، وفي ذات الوقت لم يعطي الشرعية في قضية سيطرة وسلطة وسطوة مجلس النواب على أداء مجالس المحافظات أو المخرجات من هذه المجالس. هذا جانب. طيب، الجانب الآخر وهو ما تحدثت عنه جنابك في قضية التقييم واستمارة التقييم، والكل يعلم أن قضية المحافظين هي قضية توافقات سياسية من مخرجات
التوافق السياسي لمجالس المحافظة. لكن سيد فلاح إذا تسمح لي قاطعك، يعني تراكم سوء الخدمات بالكثير أو أغلب المحافظات العراقية، هل هذا يحفز على إقالة المحافظين أم ما ذكرت ربما يتلكأ هذا الموضوع لاعتبارات سياسية؟ يعني من الناحية القانونية أولا، يعني فهمي للقضية القانونية أنه لا يقال المحافظ إلا بإجراءات قانونية تحقيقية بسبب غياب مجالس المحافظات. مجلس المحافظة وفق القانون، وفق قانون واحد هو الذي يقيل المحافظ. خلاف ذلك أعتقد بها يعني ضعف في القرار القانوني في قضية إقالة، لأنه ليس لرئيس الوزراء السلطة في قضية إقالة، لم يرسمها القانون. وأيضا المجلس النواب هو يعني يستلم توصية بعد إجراءات التحقيق من مجلس الوزراء لإقالة المحافظين أو استبدالهم أو التصويت على إقالتهم. فبالتالي لم يعني يرسم القانون قضية استمارة التقييم من الأداء. حقيقة الفشل في قضية الأداء واضح في محافظات، وهناك محافظين تكلسوا عن الإبداع، لأنه صار على مدى هذه 20 سنة يمكن في 3 دورات هو محافظ، أو أنطوه الفرصة في قضية كل الصلاحيات، أنطوها في قضية الموازنة، في قضية البترودولار، في قضية تنمية الأقاليم، في قضية الأمن الغذائي، ولكن هو لا يحسن من كتاب الله آيتين في قضية الأداء والعمل، ولكنه مدعوم سياسيا. فلا يمكن أيضا للسلطة العليا أن ما معناه بالمثل يقول دوس على ذيل الجني، لأنه هذا مدعوم سياسيا ويقدم بين يدي نجوى صدقة، وهذا المفهوم العام. لذلك تلاحظ أنه هو مرض الجميع، حتى الجهات الرقابية الساندة من المفترض تقيم وتقوم وتشخص أيضا هي خانعة وساكتة، وأعتقد هذا سوء أداء في كل المفاصل. قضية إقالة المحافظين معذرة، قضية إقالة المحافظين هو أصبح اليوم شيء هو ليس المحافظين بحد، حتى لا تكون الصورة عشوائية أو عائمة، هناك أكو سوء أداء وواضح ومشخص عند اللجان، سواء في النزاهة، في الرقابة المالية، في تقييم الأداء، في الجهد الخدمي، في الجهد اليومي، في الميدانية، إضافة في على مؤشرات قرارات الشجاعة وغيرها من المواضيع. سيد فلاح، خلينا نرحب مرة أخرى بسيد ماجد، أهلا بك مرة ثانية. هل تجد من الأهمية أن تعمل حكومة السوداني والبرلمان أيضا على استبدال المقصرين من المحافظين، خصوصا كما كان هناك استبدال لبعض المدراء العامين استباقا للاعتراض الشعبي المتوقع، وهناك تأييد شعبي لخطوات السوداني والحكومة باستبدال المقصرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ بشار ولضيفك الكريم الأستاذ فلاح الجزائري ولمشاهديكم الأحبة، حياك الله. في الحقيقة أنه برنامج السيد السوداني حقيقة تضمن مسألة استبدال المحافظين بشكل صريح وواضح، وهذا هو من الأمور والمسائل اللي تم الاتفاق عليها ما بين الكتل السياسية، ولكن التوقيت يعني اللي بدأ يزحف قليلا نتيجة غياب التوافقات ونتيجة غياب القناعات، ومما أثر في تأخير حسم هذا الملف. وكانت كما تعلمون هناك لجنة للتقييم الحكومي. اليوم السيد السوداني يجد نفسه ملزما بأن يفي أمام الشعب بوعوده من أنه يقوم باستبدال هذه المفاصل الإجرائية المهمة وهم المحافظين، ويجد نفسه أيضا أمام ضغوطات أن هذه الإجراءات، إجراءات الاستبدال، غير واضحة إلى الآن، لأنها بشكل وبآخر خاضعة وراضخة يعني بالضبط راضخة لالتزامات المحاصصة، وهي حقيقة ملف المحافظين يعتبر امتداد لمحاصصة الوزراء. لذلك أنا أعتقد من أن التغيير الحالي للمحافظين لا يصب في مصلحة لا الحكومة ولا حتى بمصلحة يعني
العملية السياسية بأكملها. لماذا؟ لأننا على أعتاب إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، والقانون والقانون يحيل هذه القضية إلى مجالس المحافظات. ما الذي يفعله أعضاء مجالس المحافظات إذا جاءوا وباشروا ودشنوا عملهم مرة أخرى؟ هل سوف يكونوا مثلا ملزمين بالتعاطي والتعامل مع محافظ لم ينتخبوه والقانون يحيل هذه المسألة إليهم؟ فهذه ثغرة قانونية يعني واقع. لكن اعتمادا على المعطيات اللي ذكرتها سيد ماجد، هل هذه المعطيات تعكس أهمية عودة مجالس المحافظات لممارسة على الأقل دورها الرقابي على أعمال المحافظين والإدارات المحلية وأيضا لضمان اللامركزية؟ أحسنتم، جدا مهم هذا السؤال. في الحقيقة فلسفة النظام الديمقراطي تقوم على أساس وجود يعني تمثيل شعبي على المستوى الخدمي والرقابي، بمعنى ينبغي أن يكون هناك مجالس محلية وبلدية وأقضية صعودا إلى أن يصل إلى انتخابات مجلس النواب. مجلس النواب يمثل الأمة والشعب على المستوى التشريعي، أما مجالس المحافظات فهي تمثل الأمة على مستوى الرقابة والإشراف وبعض الهامش التشريعي الموجود فيما يتعلق بالحكومات المحلية. لذلك إلغاء أو تجميد مجالس المحافظات أثر بشكل كبير جدا على انسيابية العمل، ولذلك شاهدنا أن بعض المحافظين أنفسهم بعض المحافظين بدأوا يطالبون بضرورة عودة عمل مجالس المحافظات، لأنه أصبح المحافظ من دون رقابة من دون تقييم حقيقي وفاعلي وميداني. مجلس النواب ليس بمقدوره أن يراقب ويتابع حركة المحافظين بشكل ميداني، ومن هنا شاهدنا كيف أن مثلا ديوان الرقابة والنزاهة وغيرها من الأجهزة الرقابية باتت يوميا تثير عشرات بل مئات الملفات على المحافظين ومعاونيهم وغير ذلك. لماذا؟ لأن هناك حلقة، هذه الحلقة أقصيت وألغيت، مما أربك حقيقة ديناميكية العملية الديمقراطية بشكل كبير، بغض النظر عن تقييم لأداء مجالس المحافظات، ولكن بحسب السيستم الديمقراطي هذه الحلقة يجب أن تعود حتى نضمن انسيابية وديناميكية العمل الديمقراطي. أعود لك إلى هذه الحلقة، لكن خلينا ننتقل إليك مرة أخرى سيد فلاح، ونعود إلى استمارة التقييم التي يوجد بين طياتها تغييرات قد تمتد لعشرة محافظين أو عشر محافظات. أكو نواب مصرين على أن يكون هناك تغيير كبير ربما يطال عشر محافظين، يعني ربما يكون هذا عدد كبير لضحايا هذا الانقلاب الإصلاحي كما يسمونه، لكن كما شرحت ووضحت لنا أن هناك طرق قانونية بتنسيق ما بين الحكومة وكذلك البرلمان لإجراء أي تغيير بمناصب المحافظين، ما مدى التناغم ما بين الحكومة والبرلمان على إجراء هذا التغيير؟ يعني أعتقد استمارة التقييم من قبل النواب هي شكلية، لأنه هم جميع النواب هم تابعين إلى كتل، إلا الكتل المستقلة أو النواب المستقلين، وهذا أعتقد أعدادهم لا ترتقي إلى أن تذهب باتجاه التصويت والحصول على أقل شيء النصف زائد واحد للتصويت على إعفاء أو إقالة المحافظين. هذا جانب الأول. الجانب الثاني هي لا تخلو من كونها أوراق ضغط وابتزاز ومساومات من البعض في قضية الضغط على المحافظين، وبعض سمعنا بعض التصريحات من هنا وهناك أنه سيكون هناك تغيير بعد قرار الموازنة للكثير من المحافظين، وأعتقد فيها جنبة سياسية، لأنه أصدق التغيير بجنبة سياسية؟ نعم، هو الضغط في جنبة سياسية أنه إذا ما تجون تنزلون ويانا بالانتخابات أو ما تكونون داعمين أو ما تكون بهذا العنوان وهذه الكيفية سنعمل على إقالتكم إعفائكم. حقيقة للوقت يسمح بهذا التغيير على مدى 4-5 أشهر عندما يأتي المحافظ
الجديد هاي فيما إذا تم تسمية محافظ، لأنه قد تذهب يعني يذهب قرار الرئاسة الوزراء أو مجلس النواب إلى تسمية أحد كما جرى في الدوائر التي تم إعفاء مدراءها العامين. نعم. إن جاءوا بموظفين من داخل المؤسسة. هذه النقطة يمكن مهمة وحساسة، أنه قللت وقلصت من النفوذ السياسي على المدراء العامين. ممكن لحكومة السوداني أن تطبق نفس هذه المعايير على مناصب المحافظين؟ هو يعني بهذا المعيار أقول المحافظ هو تسمية سياسية، هو حصة سياسية لجهة، يعني عملت تحالف كانت من مخرجاتها المحافظ الفلاني، فعندما يذهب هذا المنصب إلى شخص آخر سواء معاون أو نائب قد لا يعني يريق لهذه وسيذهب المنصب ربما إلى جهة سياسية أخرى، تسمح لأنه قد يذهب إلى كتلة سياسية أخرى، وبالتالي حتى عندما يأتي هذا المسمى الجديد أو الشخص الجديد هو عندما يذهب إلى خلق توازنات جديدة ويتناغم مع الموجودين. زين، إذا راح المنصب إلى شخصية مستقلة صعب، صعب في ظروف 5 أشهر 6 أشهر مقبلين على انتخابات. لو كان هذا الموضوع قبل سنة أو سنة ونص أقول ممكن، ممكن أنه يكون لديه الفرصة على أن يعرف مداخل ومخارج بناية المحافظة على الأقل إذا كان مستقل من خارج المؤسسة. أما إذا كان من داخل المؤسسة فعليه أن يكسب ود الموجودين ليمضي بنفسه، وإن كان هو يعمل بقلق لأنه يعرف أنه عمره لن يطول حتى الانتخابات. مجالس المحافظات التي من مخرجاته هي انتخاب محافظ ونواب للمحافظ، وهي تخضع أيضا للتوافقات والتحالفات السياسية وهذا الموضوع. ورأيت جنابك الكريم والمشاهدين أنه محافظة تغير عتها المحافظ خلال هذه السنتين أعتقد 3 إلى 4 مرات لم يستقر، وهذا يؤثر على الأداء واستمارة التقييم. نعم هي جميلة في شكلها ولكن غير قابلة للتطبيق على الواقع. طيب سيد ماجد، استنادا لما ذكره أستاذ فلاح، محافظ بابل، محافظ ذيقار، محافظ الأنبار، محافظ النجف، اللي أكو رغبة ربما بتغييرهم في هذه الحالة، واستنادا لما ذكر سيد فلاح ما يمكن تغييرهم، راح تواجه هذه العملية اعتراض من الكتل السياسية اللي تقف وراء هؤلاء المحافظين؟ من المؤكد سوف تكون هناك اعتراضات، سوف تكون هناك عوائق لهذه العملية، ومن المؤكد من أن هؤلاء المحافظين سواء الذين ذكرتهم أو غيرهم هم يعني مدعومون من كتل سياسية فاعلة ومؤثرة، والسيد السوداني الآن ليس في وارد أن يخلق له تقاطعات على الرغم من أنه لديه بعض التصريحات. نعم. في يعني قال في احدى المرات من ان الوزير او المحافظ بعد ان نعم. يعني يستلم مهامه فهو ينفصل عن كتلته. وفي ذات المره يعني قال من انه بامكان اي محافظ او اي وزير يخضع لضغوطات من جهته السياسيه فانا موجود. لكن اعتقد على ارض الواقع ان هذه العمليه خاضعة بشكل كبير للتجاذبات والمناكفات السياسية. طيب بإمكان السوداني أو الحكومة أن تغير محافظ أو أي منصب كان، لكن البديل يكون من باعتبار المناصب هذه مناصب سياسية، البديل يكون من نفس الجهة والكتلة السياسية؟ أستاذ الكريم ممكن، يعني ممكن، لكن لاحظ هناك قضية في غاية الأهمية. المحافظ يمثل بالنسبة للكتل السياسية قضية في غاية الأهمية، لأنه يمثل أولا هو الجانب التحشيدي حتى يعزز مكانتها السياسية، ونحن يعني مقبلون على انتخابات. الجانب الآخر وهذا واضح جدا، كثير من الكتل والكيانات السياسية حقيقة تنتفع من الموارد اللي يأمنها المحافظ، وهناك مؤشرات عند النزاهة وعند الرقابة المالية وغير ذلك من الأجهزة الرقابية على أداء بعض المحافظين اللي واقعا بصراحة هم لا يستحقون إلا أن يكونوا خلف القضبان. هنا نقول من أن هذه القضية ليست سهلة، ولذلك أنا وكنا يعني في كثير من المناسبات ننادي من أنه ضرورة أن يكون انتخاب المحافظ من قبل الشعب، يعني كان ينبغي أن يكون قانون مجالس المحافظات
هو الذي يشتمل على انتخاب المحافظ بشكل مباشر من يعني من 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 الشعب حال حال أعضاء مجالس المحافظات كي لا يخضع إلى هذه حقيقة التوازنات أو يخضع لهذه المعايير والمقاسات اللي تفرضها عليهم. طيب يعني تفضلون في هذه الحالة أنه تخضع هذه العملية لبعد انتخابات مجالس المحافظات اللي يمكن هي بعد 6 أشهر أو نهاية هذه السنة، ممكن أن تكون التغيير يعني ما بعد هذه الانتخابات وهذه العملية الانتخابية لمجالس محافظات تتكفل بهذا الموضوع؟ تمام، هذا هو أي حتى الحسنة في مخالفة القانون هي سيئة لها مردودات، لذلك أقول ينبغي الالتزام بالقانون ويترك هذا الأمر، فأهل مكة أدرى بشعابها، يعني مجلس المحافظة هو أقدر وأعرف وأكثر التزاما واحتكاكا بالمحافظين وهذه الدوائر المتصلة به. طيب سيد فلاح، قريبا ستطلق الأموال المخصصة للمحافظات، كيف ستتم عملية استثمار هذه الأموال الكبيرة وما زال بعض المحافظين في مناصبهم، البعض منهم المتلكئ والغير كفو وما عدا قدرة على القيام بإدارة هذه الأموال واستثمارها؟ يعني هي هاي للأسف أنه لا نزال نسلم الأموال ومقدرات المدن والتخطيط والأداء والتنفيذ العمراني والحضري في نفس الأيدي ونفس الفهم ونفس العقلية ونفس الكسل، وأيضا ضعف حقيقي واضح في قضية الرقابة وباب آخر لنهب لهذه الأموال من خلال شركات متحزبة وأشخاص و زعامات وقيادات تضغط لأخذ هذه المشاريع بنسب واضحة وعلى مرأة ومسمع. هذا الجميع يعلم به يا سيد فلاح، وهذه فرصة، هناك استمارات تقييم وهناك دعم شعبي ربما للحكومة بإجراء هذه التغيير، ليش ما يتم استثمارها وإجراء تغيير حقيقي بالمحافظين وباقي المناصب؟ نعم، أقول لا بأس. الآن اللي جرى على المدراء العامين ممكن يعني يجري على الدرجات الخاصة، وكلاء رؤساء هيئات محافظين بعد هذه السنوات من التقييم، التقييم واضح، يعني لا يخفى على يعني على لبيب انه قضية الأداء الضعيف وسوء التصرف والحرص على المال العام، وهذه الأرض تشهد. رئيس الوزراء، نعم نحن لم نقل انه لا يمكن التغيير، ولكن قلنا قد يصطدم بهذا الوقت القصير في قضية المزاج السياسي والمقبولية السياسية والدعم السياسي لهذه المسميات كأشخاص، هذه حصة الجهة الفلانية لا يمكن التلاعب عليها، ولكن لو كان وصلوا إلى نقطة تلاقي من ناحية التقييم وأنه هذا خلص، يعني هذا الشخص كل معايير النجاح لم تنطبق عليه وكل معايير الفشل هو نموذج إلها، فبالتالي عليكم يا أخواني هذا المحافظ هو أداة تنفيذية خدمية للمجتمع، أن يوفر الخدمات ويحرص على الأموال وذهابها إلى باتجاه الصحيح وفق القوانين المرسومة في هذا البلد، فعليكم بتغييره وإن كان هذا ولو كان باقي من المدة العمل 1 شهر، على الأقل نشعر أن هناك رقابة صارمة وحقيقية في سوء الأداء، يشعر المواطن على أنه المخالف لا يمكن أن يبقى في قضية إدارته للمنصب وهو فاشل أصلا وإن كان متحزب. نعم قد يصطدم في المزاج والتحالفات السياسية، ولكن عندما يصل إلى درجة من التوافقات مع هذه الكتلة، وأعتقد أنه خاصة الكتل التي خرج من رحمها هذا الحكومة ورئاسة الوزراء، وأعتقد من المفترض أن تتعاطى بجدية وحرص وأن تكون بنوع من الشفافية والإيثار في قضية تصدي شخصيات تمتلك على الأقل تقدير الشجاعة والميدانية والمهنية والنزاهة والحنكة وأيضا حسن التصرف، بغض النظر عن التخطيط، إذا كان تخطيط فاشل أو الإدارة فاشلة ممكن أن نوفر ستاف جيد يقود هذه المناطق المهمة، خاصة ونحن مثلا في محافظات يعني الجهد الخدمي والترهل
الخدمي الفاشل أو المنحدر كبير وواضح للجميع. رئاسة الوزراء وضعت، ولكن كنا نتمنى أن تكثر معايير التقييم وجهات التقييم لكي لا ننحصر فقط تنحصر في استمرار التقييم من الجهة الحزبية أو النواب الموجود، لأنه لا نعرف طيب. نواياهم جميعا في قضية التعاطي. وصلت على الفكرة سيد فلاح، أو هي طريقة للضغط والابتزاز. شكرا لك محافظ بغداد سابقا سيد فلاح الجزائري، كنت ضيفا كريما والشكر جزيلا لكم. الباحث بالشأن السياسي سيد ماجد الشوالي، شكرا لكم سيد ماجد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، تمتين العلاقات الدولية يراها المراقبون خطوات جديدة لإعادة ما بين العربية الأوروبية، حتى أصبح اليوم بوصلة ومحط رحال الدول الخارجية لزيارته بعقد شراكات وتوثيق أو توقيع مواثيق دولية من شأنها أن تخدم مصالح البلد أو المصالح المشتركة لكلا البلدين. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. بعيدا عن سياسة المحاور، خطوات الانفتاح على دول الخارج سمة برزت على تحركات الحكومة الحالية التي دأبت على توطيد العلاقات وتصدر العراق دورا رياديا لما له من أثر كبير في القضايا الإقليمية والدولية، حيث نجح في تعزيز الوساطة بين الدول بما يخدم مصالحه المشتركة بتطوير خطواته السياسية والاقتصادية لبناء علاقات خارجية متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي. بصمة واضحة وضعتها حكومة الخدمات في المضي نحو تعزيز الترابط الدولي بين العراق وبقية الدول الإقليمية منها والأوروبية من خلال عقد الشراكات معها بمواثيق دولية تسعى إلى حلحلة المشكلات العائقة أمام تقدم البلد، حيث اتجهت إلى توقيع اتفاقيات الطاقة والاستثمار والتعاون الأمني، إضافة إلى التشديد على تقوية الجانب الاقتصادي للبلد. فتكريس الشراكات الدولية لها الكثير من النتائج الإيجابية على جميع الأصعدة التي تحتاج إلى الاهتمام والعمل عليها بجدية، وكذلك لاستمرارية دعم العراق في تحديات تتخطى حدود الوطن بما يحافظ على سيادته من التدخلات الخارجية أولاً، ومن ثم الاعتداءات المتكررة على أراضيه من قبل الجانب التركي. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام ينضمنا مباشرة عبر سكايب من البصرة. أهلا بكم، وأبدأ معك دكتور صالح، ما مدى نجاح العراق بالانفتاح فعلا على الدول الإقليمية والعربية ودول العالمية دول أوروبا وغيرها بحراكه وإرادته الأخيرة، وكذلك الحافز من هذه الدول للتناغم مع العراق بهذه المساعي؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد العراق بدأ خطوات كبيرة جدا على مستوى الفعل الخارجي، وتحولت السياسة الخارجية من ردود أفعال إلى أفعال إيجابية باتجاه تحقيق مصالح دبلوماسية حقيقة من الممكن أن نراها قريبا، ولها نبرات واضحة في جوانب احتيادية وغير احتيادية. على سبيل المثال، هناك فرق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية والعلاقات الدولية. معنى السياسة الخارجية باختصار يعني هي التحول بالفعل الخارجي إلى خارج حدود البلد، سواء كان حقيقة سلبي أم إيجابي، اقتصادي أم عسكري. أما السياسة الدولية هي مجموع نقاط التقاء السياسات الخارجية لدول العالم مع بعض. أما السياسة، أما العلاقات الدولية، مجموع السياسات الدولية والسياسات الخارجية والعلاقات الاقتصادية. السيد السوداني في سياسة الخارجية أعتقد أنه اختصر المسافة وحول الموضوع إلى علاقات دولية مباشرة بجانبيها الإقليمي العربي وغير العربي وعلى المسار الدولي، وأعتقد أنه نجح في ذلك، حيث استطاع يعني حقيقة مزج بين العلاقات الاقتصادية السياسية والعلاقات السياسية في العلاقات الدولية، وأعتقد أنه نجاح كبير على المستوى الإقليم العربي وغير العربي، وأيضا حقت النجاحات دولية أعتقد من المستقبل أن نراها قريبا. نعم، لكن دكتور، عقد هذه الشراكات توقيع مواثيق دولية إلى أي درجة تخدم المصالح
المشتركة ووفق القوانين الدولية السائدة طبعا. نعم بالتأكيد أي اتفاق حقيقة هو أو المعاهدات بصورة عامة وليس الاتفاقيات. المعاهدة الدولية هي واجبة التنفيذ حتى بعد رحيل الحكومات، وبالتالي على حقا على أي حكومة أن توقيع المعاهدة يجب أن يكون مدروس ولديه جدوى اقتصادية وسياسية ودبلوماسية حسب مصالح الشعب. أعتقد أن السيد السوداني يعمل على ذلك، وبالتالي لها حقيقة على نجيب على سؤالك لها إيجابيات أكثر من السلبيات. التحرك نحو دول الجوار العراق حقيقة على مدى سنوات ما بعد عام 2003 كسر جبل الجليد مع الجانب العربي، رغم يعني حقا المواقف السلبية السابقة من الجانب العربي. وعلى المستوى أيضا الإقليمي كانت لديه علاقات من البداية إيجابية لا سيما مع الجانب الإيراني، وأيضا فعل العلاقات مع الجانب التركي رغم هناك الكثير من المنغصات لا سيما في ملفات المياه وغيرها من الجانب التركي، ولكن العراق لحد هذه اللحظة حقيقة ابتعد عن جانب المحاور و أصبحت له سياسة خارجية فاعلة تعتمد الدبلوماسية أساس للتفاوض الدبلوماسي وتسجيل الأهداف على الفعل الدولي. وأعتقد أن السيد السوداني وضع النقاط على الحروف، ولكن يحتاج إلى حقيقة المزيد من العمل بطاقم دبلوماسي متخصص للوصول إلى نتائج مرضية. نعم رحب مرة أخرى بكم دكتور أحمد صدام. دكتور، عودة العراق لشغل هذه المساحة أو مساحته الطبيعية لأي درجة سوف يدعم من تأمين شبكات الاتصال الاقتصادي وخاصة في المجالات اللي يحتاجها العراق دكتور، مثل الطاقة والبنى التحتية وغيرها؟ شكرا جزيلا، مساء الخير لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين. مساء الخير. بكل تأكيد وهذه مسألة لا خلاف عليها أن الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يستقيم ما لم تكن هناك علاقات اقتصادية دولية. حينما تكون هناك مصالح لدول وشركات أجنبية كبرى في داخل العراق، هذا ممكن أن يحقق منافع اقتصادية كبيرة، ممكن أن يعزز من دور القطاع الخاص، وهذه نقطة في غاية الأهمية. حتى الآن القطاع الخاص لا يساهم بأكثر من 20% في تكوين رأس المال الثابت في العراق، وبالتالي تعزيز العلاقات وجذب شركات، والأهم من كل ذلك الرغبة الكبيرة من الدول لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في العراق، هذا ممكن أن يعزز من واقع الاقتصاد، ممكن أن يخفف من الضغط على القطاع الحكومي والتحديات التي تواجهها حكومة السيد السوداني في توفير الوظائف وإصلاح واقع الاقتصاد والاختلال الهيكلي الموجود في القطاعات السلعية لا سيما في قطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي. كل ذلك أكيد يستلزم جذب شركات استثمارية، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك علاقات سياسية وطيدة مع الدول التي تمتلك رؤوس أموال مثل دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مجال استثمار الغاز على سبيل المثال. النقطة أخرى نسيت ذكرها وهي مهمة وملفتة للنظر، يعني والكل سمع مثلا تصريح واشنطن أو وزارة الخارجية حول زيارة أمير دولة قطر إلى العراق والترحيب الكبير بهذه الخطوة. هذا الأمر ممكن أن يعد عامل دولي مهم، ممكن أن يولد الثقة من جديد لدى المستثمرين الأجانب وبالنظام السياسي في العراق، وبالتالي ممكن أن يتحقق جزء مهم من استقرار البيئة الاستثمارية في العراق، ولكن أكيد ذلك يتطلب شروط أخرى، يتطلب تسهيلات، يتطلب إصلاحات مؤسسية يفترض على الحكومة أن تحققها للمستثمرين في هذا المجال، وكل ذلك ممكن أن يقود تدريجيا إلى إصلاح واقع الاقتصاد بشرط أن تكون هناك سلسلة متزامنة، وأعني ما يخص الحكومات المقبلة بحيث تستمر على هذا النهج الذي أرسته حكومة السيد السوداني بحيث يكون إكمال للمشاريع الاستراتيجية المهمة. وأذكر هنا على سبيل المثال مشروع طريق التنمية، هذا ربما لا يتحقق على مدى حكومة واحدة، وبالتالي يفترض أن تكون هناك استراتيجيات، أن تكون هناك إرادة وطنية تأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاقتصادية على أنها مشاريع دولة وليست مشاريع حكومة تنتهي مع أن ينتهي عمر الحكومة، وهذا ما حصل في زمن الحكومات المتعاقبة وبقي الاقتصاد يراوح في مكان واحد. طيب اليوم هناك ترابط مع العراق وشراكات في مجالات متعددة دكتور أحمد، لكن هل ستدعم هذه الشراكات من فرص انضمام العراق إلى
تكتلات مثلا أو اتحادات اقتصادية، وما مقدار استفادة العراق من هكذا تكتلات أو اتحادات؟ هكذا تكتلات أو اتحادات أو اتفاقات ممكن أن تترجم إلى عقود مع الشركات الموجودة مثلا في هذه الدول. يعني مرة أخرى مثلا في دول مجلس التعاون الخليجي هناك صناديق سيادية، على سبيل المثال في قطر لديهم ما يسمى جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي يترأس أمير الدولة نفسه، وهو زار العراق قبل يومين. هذا الصندوق لديه استثمارات عديدة ويستثمر الفوائد المتحققة من الغاز والنفط القطري. وبالتالي اليوم هذا الصندوق والأموال الفائضة تبحث عن فرص استثمارية عديدة في العراق. الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي هو بحد ذاته ممكن أن يكون فرص استثمارية لكثير من الشركات. يعني الخراب الموجود في العراق هذا بحد ذاته ممكن أن يعد فرص استثمارية، ولكن هذا يتطلب بيئة استثمارية، يتطلب برامج ترويج للمشاريع، وهذا ممكن أن ينوع من واقع الاقتصاد. يعني ممكن أن تكون نقطة الانطلاق من مشاريع الغاز، استثمار الغاز. يعني هناك احتياطي كبير يقدر بحدود 130 تريليون قدم مكعب في العراق، وبالتالي هذا ممكن أن يكون داعم أساسي ومحفز أساسي للاستثمار في العراق. العراق كما يعلم الجميع يحتل المرتبة الرابعة في الاحتياطي والمرتبة 12 عالمين، وهو يشكل وأقصد احتياط الغاز طيب. مع نسبة 2% من الاحتياط. أرجع لك دكتور إلى قضية البيئة الاستثمارية الملائمة، لكن دكتور صالح، هل ممكن للعراق أن يلتزم بهذه العلاقات الجيدة مع كل الأطراف دون الانجرار إلى محور معين، وهناك مساعي خارجية جادة لسحب العراق؟ نعم، هذا يعتمد على صانع السياسة الخارجية الأول، وهو دولة الرئيس السوداني ومن معه من الطاقم الحقيقة الدبلوماسي، وأيضا واقع الحياة السياسية بالعراق والأحزاب القابضة على السلطة، لا سيما التحالفات التي أوصلت السيد السوداني للسلطة. إذا ما تركت حقيقة حرية للحركة السياسية الخارجية للعراق على ما هي عليه، أعتقد أن العراق سيكون بعيد وبمنأى عن المحاور. أما إذا اختلفت فيما بينها وضغطت على رئيس الوزراء بأن يكون إلى طرف على حساب طرف آخر، أعتقد أنه ستكون سياسة ناقصة وغير فاعلة، وبالتالي من الممكن أن نخسر الكثير من العلاقات والشوط الذي قطعناه في علاقاتنا العربية وغير العربية وعلى المسار الدولي. وبالتالي يستطيع العراق أن يحافظ على هذا حقيقة، هذا التوازن، من خلال أن تكون لك قوة داخلية متماسكة في وحدة القرار، وبالتالي تؤثر خارجيا على حتى يكون قراراتها أقوى مع رئيس الوزراء، وبالتالي نصل إلى علاقات دبلوماسية ومسار سياسي خارجي لا بأس به يحقق أهداف حقيقة كبيرة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو حتى على مستوى البروتوكولات والجانب الدبلوماسي، وبالتالي يضع العراق على سكة الطريق الصحيح التي كان عليها، باعتبار العراق بلد كبير جدا يمتلك ثقل حضاري ولديه ثروات طبيعية وموارد بشرية هائلة، وبالتالي من الممكن الاستثمار هذا الموضوع والكاريزما الموجودة للعراق على المستوى حقنا العربي وغير العربي وعلى المستوى. لا، أرد أسألك دكتور عن التركيبة السياسية، تعتقد أنها لا تشجع على انجرار العراق إلى محور معين؟ تركيبة العراق السياسية، تنوع الجهات السياسية الموجودة وأيديولوجياتها يساعد على أن يلتزم العراق بسياسة عدم الانجرار إلى محور معين والانحياز؟ أيضا يعتمد على قوة الحكومة، على قوة القرار لدى الحكومة، باعتبار الجميع هذه حقيقة حتى الاختلاف لا سيما في جانب الإقليم أو المنطقة الغربية أو الجانب الشرقي أو وسط العراق، هذا كله لديه أجندات خارجية اللي حقيقة تأخذ الجانب العقائدي، وبالتالي من الممكن حقيقة أن يوازن السيد السوداني بين الجوانب العقائدية والجوانب السياسية في علاقاته الدولية، ومن الممكن أن يصل إلى مقتربات وإيجابية بعيد عن السلبيات، ومن الممكن أن ينجح في ذلك إذا ما اختار الطريق الصحيح الذي اختاره الآن، وأن يبتعد عن سياسة المحاور. نعم. طيب دكتور أحمد، كنت تتحدث عن البيئة الاستثمارية إن كانت ملائمة، يمكن تعتمد على عدة أعمدة أو ركائز هذه البيئة الاستثمارية، لكن تشوف أنه عمود مهم بها هي البيئة السياسية الموجودة بالبلد، هذه البيئة اللي يعيش بها العراق سياسيا، هل تساعد على الاستثمار وفق المعطيات الحالية المتوفرة؟
يعني الآن الاستقرار النسبي الموجود ممكن أن يكون داعم، والسياسة الخارجية الآن المتجهة في الانفتاح نحو الخارج وسياسة متوازنة، ولكن كل ذلك يطغى عليه مشكلة الفساد إذا لم يكن هناك توجه حقيقي من قبل الحكومة نحو إصلاح واقع الحال ومحاربة الفساد وانقلاب الموازين مثلا في والمعايير مثلا في اختيار الشركات وإرساء المشاريع إلى الشركات. هذا أكيد ممكن أن يعد عاملا معرقلا للجهود الحكومية في مجال تنويع الاقتصاد وجذب شركات الاستثمار الأجنبي. يضاف إلى ذلك أيضا العوامل المؤسساتية، هناك بيروقراطية كبيرة، هناك حالة من يعني استخدام الوسائل التقليدية مثلا في التعاملات مع الشركات، هذا أكيد لا يلبي متطلبات الشركات الأجنبية التي تعمل في دول أخرى. يعني هناك أمثلة حقيقية ودول نجحت، على سبيل المثال في دولة الإمارات التي استخدمت مثلا التعاملات الإلكترونية والسرعة في التعاملات ومبدأ النافذة الواحدة وان أوفيس ستيب في جذب الشركات والتملك الأجنبي وحرية الاستثمار. كل هذه عوامل دفعت إلى رفع مستوى الاستثمار بشكل كبير في المناطق الحرة الموجودة في هذه الدولة. يعني على سبيل المثال فقط في منطقة جبل علي هناك أكثر من 5000 شركة تعمل وتنتج، وبالتالي حفز هذا العامل أو هذه الظروف من نشاط الموانئ الموجودة، موانئ دبي تحديدا، بحيث أصبحت موانئ محورية هاب كوميرشال بورت توزع إلى دول المنطقة، إلى دول شبه القارة الهندية وإلى العراق. وبهذه الأساليب وبهذه الظروف المؤاتية أصبح هناك جذب كبير لشركات الاستثمار الأجنبي. وهنا يعني ما أود قوله أنه أمام الحكومة الكثير من التحديات، الأمر لا يقتصر فقط على استقرار البيئة السياسية وإنما يمتد إلى كل هذه الأبعاد المهمة. بهذه الأمور وهذه الشروط ممكن أن توفر وتحقق ثقة من قبل المستثمر الأجنبي. أيضا الاستقرار الاقتصادي، يعني اليوم حتى مسألة التضخم وعدم استقرار سعر صرف الدولار، هذه كلها مؤشرات ينظر إليها المستثمر الأجنبي ويأخذها بعين الاعتبار، بحكم أنه مثلا هذين المؤشرين على سبيل المثال سعر الصرف والتضخم من العوامل المعرقلة والتي تخفض مثلا من مستوى الطلب الكلي الفعال، وبالتالي حينما ينخفض الطلب الكلي الفعال بسبب ارتفاع الأسعار العام هذا أكيد لا يشجع على الاستثمار الأجنبي بحكم انخفاض الطلب وعدم وجود توقعات بتحقيق أرباح مثلا من مبيعات هذه الشركات. طيب. لما افترضنا أنه بعض الشركات تستهدف السوق المحلي، وكذلك الحال بالنسبة للجوانب المؤسساتية الأخرى مثلا الاستثمار في المناطق الحرة، في المناطق الصناعية وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، برامج الترويج أيضا، هذه كلها عوامل ممكن أن تكون داعمة لجذب شركات الاستثمار وبالتالي توسيع السوق ورفع مستوى التجارة تدريجيا. هذه العوامل مجتمعة ممكن أن تحفز بمشروع مهم أطلق قبل أيام وهو مشروع مثلا طريق التنمية. يعني هذا المشروع لا يمكن أن ينجح ما لم تكن هناك إصلاحات مؤسسية داخلية وإصلاحات اقتصادية ممكن أن تحفز الاستثمار وبشكل تدريجي. طيب دكتور صالح، لعب العراق مؤخرا أدوار للوساطة، لكن هذا الدور إلى أي درجة عزز من حالة الاستقرار وإنتاج معادلات تهدئة في المنطقة عامة، باعتبار أن العراق كان أبرز الذين عانوا من تقاطعات هذه الدول الإقليمية؟ نعم، أعتقد العراق نجح نجاح كبير، ولكن للأسف لم يكن يعني لديه النهايات لإنهاء هذه الاتفاقات. لاسيما على سبيل المثال كان لديه نجاح كبير بين الجانب السعودي وبين الجانب الإيراني، وصل إلى نهايات حقيقة كبيرة جدا، ولكن للأسف كان اللقاء الأخير وهي البصمات الأخيرة كانت في الصين، وبالتالي أصبحت لها مسار دولي. أيضا لديه علاقات عربية وأيضا وصل بها إلى مستويات كبيرة جدا، ولكن مع ذلك أخذت لجانب مصر، وبالتالي يعتقد أن العراق عليه إنهاء ما يبدأه في حقيقة في علاقاته وفي توازناته وبين جذب النقيضين، وهو استطاع أن يفعل ذلك. وبالتالي طبعا ما يحصل هو بسبب تغيير الحكومات، وأعتقد أنه باعتبار أنه لا توجد سياسة خارجية ثابتة للعراق، وأنا أطالب كمختص في العلاقات الدولية أن تكون السياسة الخارجية ثابتة بغض النظر عن تغيير الحكومات، باعتبار أن السياسة تمثل سياسة العراق الخارجية حتى نصل إلى هكذا تفاهمات، وأن يكون العراق
ميزان قوى كبير جدا ويحافظ على توازنات الدولية إذا ما كانت السياسة الخارجية ثابتة الأهداف، لا سيما الأهداف الكبرى الرئيسية التي تمثل العراق كبلد. نعم، الشكر جزيل لكم أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام كان معنا مباشرة عبر سكايب من البصرة. شكرا لكم دكتور أحمد. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا معكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.